كابتن أسامة، تجربة مفيدة للاعيب الأهلي اليوم، وموسم ناجح بامتياز للاعيب النادي الأهلي. الموسم طبعا نجح بامتياز، ومبروك الدوري العام، وده كان الهدف الأساسي. الماتشين الأخرانيين حصلت تغييرات كتيرة في ماتش بيراميدز والنهارده، شفنا لعيبة ما كانتش أو ما كناش عارفينها من قطاع الناشئين زي معتز وزغلوك اللي نزل في آخر 15 دقيقة ولا حاجة، الباقيين كانوا بيلعبوا صحيح مش بصفة مستمرة، لكن الواضح إنه فرق كبير بين الشوط الأولاني والتاني. أنا الشوط الأولاني أنا قلت لك شوط ضعيف، وأنا وجهة نظري ما زلت بقول كده، مش ضعيف، قلت لك حماسا في حماس، لكن ما كانش فيه تركيز، ما كانش فيه جماعية. أفضل حاجة حصلت في الشوط الثاني إن تحس إن شكل الفرقة بقى فيه جماعية، وبالذات في ال 15 أو 20 دقيقة من بداية الشوط الثاني، وجت أكتر من كرة ركنية، بقى فيه انتظام في اللعب في الجبهات، ما كانتش دي موجودة الشوط الأولاني. بن كريم وقندوسي مثلا وطاهر، بن خالد عبد الفتاح وفخري وكريستو، تنظيم من ورا من لكوكا، ففي هجمات بقت فيها خطوره على نادي المصري. طبعا اختارهم كلنا اتكلمنا عليها اللي هي بتاعت رأفت خليل، حطها مره واحده بيمينه، كان ممكن حتى يزقها تاني ويعدلها ويجيبها، بس هو خلاص خد قرار. في واحده ركنيه معتز لعبها بدماغه ضربت في القائم، وبعد كده اعتقد قندوسي هو اللي شاط تقريبا بره خرجت. يعني كان في حماس بس بتنظيم غير الشوط الاولاني. المصري ابتدى بعد 20 دقيقه او 25 دقيقه يدخل معاك نسبيا، وبالذات من الجبهه اللي فيها حسين السيد، عملوا كورتين ثلاثه خطيرين من الناحيه من الجبهه الشمال لمروان عطيه، لمروان حمدي، علي لطفي اتعامل مع واحده كويس قوي، واحده تاني حطها مروان وحش. فالشوط في اخره كان رايح جاي، لكن الجزء الاولاني من الشوط الثاني كان سيطره للنادي الاهلي، حصار للعيبه الاهلي لفرقه المصري في نص ملعبها. الحركه والاداء في تحسن كبير قوي عن الشوط الاولاني. ما اقدرش اقول لك يعني في لعيبه تالقت، يعني اللي انا شايفه اللي هو لعب بشكل كبير علي لطفي في ثقه، وانا متفق مع علاء وشريف في الموضوع ده. رامي ربيعه باين ان هو لعيب كبير، يعني صحيح. باين انه لعيب كبير في وسط لعيبه لسه. خالد عبد الفتاح عجبني لما دخل سرد باك، يعني هو في لما كان في الجنب اليمين شويه كان متسرع، الكره العرضيه ما بتكملش، لكن لما اتصاب معتز محمد ودخل خالد فتاح جنب رامي ولعب طاهر باك رايت، خالد بقى يتعامل في الجبهه دي رغم ان ما فيش معاونه كبيره قوي من طاهر، بس اتعامل كسرد باك وباك اكنه بيلعب الاثنين بحماس كبير، وقطع اكتر من كوره كان ماشي كويس. رأفت خليل انا قلت لك الشوط الاولاني كان بيتحرك في مركز راس الحربه، وانا قلت لك مستر كولر ساعات المدير الفني بيبقى ليه وجهه نظر في لعيب ما لعبش في مكان معين، بس هو احساسه ان ممكن يطلع في المكان ده، ممكن وجهه النظر تطلع سليمه او لا، حتى لو احنا مختلفين او متفقين. صحيح. يعني احنا لما اتكلمنا انه هل هيبتدي ممكن طاهر هو اللي راس الحربه على اساس طاهر لعب قبل كده ورأفت ناحيه الشمال، وطبيعه لعب رأفت ناحيه الشمال، هو لا، هو انا قلت لك ممكن يكون هو في تفكيره لانه عمل كده في ماتش بيراميدز في اخر ثلث ساعه انه يلاعب رأفت خليل راس حربه ويستمر فيها، لانه هو ممكن من وجهه نظره كمدير فني شايف حاجه ممكن تطلع منه هنا، يعني يجوز ينجح فيها ويجوز لا ينجح، وكلنا اتحطينا في المواقف دي، بتغير مكان واحد بيبقى عندك احساس بيه. صحيح. وطبعا في لعيبه كمان، يعني رأفت مثلا غيره من الجناح الشمال مثلا لراس الحربه، لا مثلا هديك على مثال في ابراهيم حسن مثلا كان راس حربه ولعب كابتن عادل طعيمه لعبه باك رايت وبقى نجم النادي الاهلي والزمالك بعد كده ومنتخب مصر سنوات،
واخرين كتير. منعم نفسه منعم اعتقد ياسر رجب هو اللي رجعه كسندباك نص ملعب وكان راس حرب وياسر رجب تقريبا في قطاع الناشئين رجعه، حتى هو زعل بيقولوا قعد بتاع اسبوعين ما بيجيش وبعد كده رجع واقنعوه يعني كابتن ياسر لغايه لما لعب وبقى هو من اميز لعيبه الكوره في المكان ده. بس طبعا مع انتباه في بعض الحاجات، انا بقول منعم من الناس اللاعيبه القليلين في مصر ممكن يحترف في اوروبا وفي دوري قوي كمان، مش اوروبا اقول لك مثلا النمسا ولا بلجيكا ولا لا، انا بتكلم انجلترا ايطاليا المانيا يعني يقدر الدوريات العالميه، فغير مكانه من راس الحرب. فممكن تكون دي وجهه نظر يجوز انها تنجح او لا، لكن هي انت في ماتشات في الماتشين الاخيرين هو بيجرب حاجات، يعني مستر كولر بيجرب حاجات لانه هو بيحضر للموسم الجديد، بيحضر مين اللي ممكن يستفاد بيه هنا، مين اللي ممكن يبقى معايا السنه الجايه، مين اللي ممكن اعيره، مين اللي ممكن يغير مكانه، يعني بياخد انطباع افكار وانطباع عشان يحضر للموسم الجديد، لان دي فتره انتقالات واللعيبه بتيجي ولعيبه هتعار ولعيبه هتمشي خالص، فطبيعي يعني. فالشوط الثاني كلنا متفقين انه كان افضل فعلا في التنظيم في الحركه، وفي ناس عملت جهد كبير يعني، لكن النتيجه عادي طبيعي جدا، الاهلي بيلعب مغير ناس كتير، نتيجه طبيعيه يعني انك انت تتعادل مع النادي المصري وهو معاه يعني بيلعب بنسبه كبيره جدا من العناصر الاساسيه. فاحسن الشوط الثاني ونتمنى موسم جديد ناجح للنادي الاهلي زي الموسم ده وافضل، وطبعا تكمله الموسم ده. لكن وطبعا زغلوك طبعا واضح في لمستين ثلاثه، زعلوك لمستين ثلاثه كده سندهم احساسي، انا اول مره اشوفه انه عنده حاجه او لعيب كويس. بس طبعا الفتره اللي لعبها ضيقه. معتز محمد انا متفق مع برضو شريف وعلاء في الموضوع ده، باين ان اللعيب عنده ثقه في نفسه، حتى في الاستلام والتسليم بقى عنده ثقه، بيعرف يباص في الانقضاضات كويس. فطبعا كمان بسنه اللي شريف كابتن شريف بيقول عليه ده انه لسه صغير 2005 ولا 2004 18 سنة، فواضح انه جاي واحساسي من ملامح وجهه ان هو متزن، وان شاء الله ربنا يكون يعني يبقى يعني ناجح واضافه في السنوات الجايه للنادي الاهلي يعني باذن الله. ف يعني تقريبا ده كل اللي اقدر اقوله في الشوط الثاني. ومبروك للاعيبه اللي لعبت بالذات الجزء بتاع الشوط الثاني.